شوخ جمعة مباركة مسرحك. لا 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 مسرحك ما حفظهاش. المهم اختي شم حمدان تنحمق لها. بونشور بونشور صباح النور والسرور. كي دايرين؟ اموركم بخير؟ جمعة مباركة تنعاد عليكم بالرزق والتيسير. اليوم الفراجة، ني تنقولوا الفراجة تنقولوا نيت فراجة. زيد دردك عاود دردك زيد دردك زيد دردك عاود دردك زيد دردك. اللي ماشي راه غيتنزه فضيحة من العيار الثقيل. المهم اختي خليني دوز اختي الميقة من هنايا. كي دايرين؟ هانيين اموركم بخير؟ شتعاودوا صحيحة؟ عائلة لا فامي كلشي سينك سينك. يلا خليكم مع السويس جاي فضيحة من العيار الثقيل. صوفيا تعلني. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فضيحة من العيار الثقيل، فضيحة صوفيا تالوني. فضيحة وخدمتي البارح بهذيك الهضرة ما غاديش نجاوبك، غنبقى نفضح فيك. مرحبا بكم اعزائي الاعزاء في فرقتكم المفضلة فقرة شو هي نوها تالوني. بونشور بونشور كي صبحتي بخير؟ هاني فين نمسك المعجبة؟ يلا وجد راسك. ضحية من الضواحي الجديدة يا ولي، ضحية من الضواحي الجديدة، لا ضحية جديدة دخلت عندي. وجد لي راسك طالوني، نصبتي عليها في 5,050,000 ريال وبالصور وبالدليل وبالاوديوات حشومة تدير للمغاربة اللي تتيقوا فيها وتنعودها لكم بحل الخرافة. مشيت عنده واحد السيدة نصب عليها في 5,050,000 ريال طيح لها سنينات. مشات كأيوة مغربية تتبغي تعاون المغاربة بلاد اخرى دايرين بروجيات، مشات على اساس غتصاوب السنينات ديالها. غنحط لكم النتيجة، غتبكيو بالدم وغتسمعوا الاوديوات وغتسمعوا شنو قال ليها بالدلائل وبالبرهان. كل شيء عندنا بالبرهان، كل شيء عندنا بالبرهان. شوف اخوتي. المهم اخوتي غادي نحط لكم دابا كل شيء غنحطو لكم بالدليل والاوديوات وكل شيء باش تعرفوا حنا راه تندويو بالمصداقيه بان هذاك السيد راه ما ظلمناش. احنا موسخين وكذابين ونصابين ومراد وفينا جميع. انت انا بعد ما حاولت مع هاد العيادة انني نتواصل ويصلحوا لي هاد الشي اللي داروا كل شي، مسيفطة لي اليوم اوديو فيا نسيفطوا ليك بالصوت ديالها هادك صوفيا داك نوفل وكتضحك تقول لي وما طاحش لك الفم كله طاحوا ليك عاجو سنينات. قبل لا نكمل هضرتي انا غنسيفط لك الاوديو تصنط ليه. بغيتي تكمل تصنط ليا وبصوت ديالك انت تنشرني كضحية من الضحايا اللي تعرضوا هاد العام شهر 3 5,220,000 أورو مشات ليا فوالو. انا دابا تحرمت من خدمتي، ما يمكنش نخرج نمشي نخدم وانا فمي بحال هكا داير. يعني انا نشتغل يا خويا انت دايره وحده سمع الهضره وحده قاويه يعني دايره بريدج ماشي ويل ماشي زعما شوف كيفاش يهضر. من الاحسن كنت درتي الزراعه على ديك السنه كان غيكون لك النتيجه احسن. غير جوج سنات ماشي طاح لك الفم كامل. صبوري بسميتي بكل شيء لي انا معاك. ما غاديش يجي شي واحد وغادي يقول لك لا انت نشرتي شي حاجه ماشي من حقك. حط امو دابا من حد هو كاين في الصالون كندوي معاه هو كيصبغ في شعرو وكيركب في شعرو كيقاد كاين واحد الحفله في اسطنبول باغي يمشي هو واخته وبنات اخته والبنت ديال البرتغال والبنت ديال الطاليان غادي يشوفوا ستوريات ديالك انت تبارك الله راه مشهور مليون وزياده عندك وحتى هما طاري ليهم مشكل حتى هما غادي يلوحوا لك التصاور ديالهم. شوفوا الضحايا تواصلوا معايا الضحايا مليار بالمليار. مكرات يا خويا ريت تواصلني حتى بمولينكس لا عنده شي ايميل ولا شي. يا ربي الله من عيوني اختي طلبتي الموجود. المهم دابا حنا كنا كذابين وهاد الناس اللي غنحط لك الوراق ديالهم
تما كذابين بغيتي تقول الحقيقه. اللهم اذ قلت بلغت ويوف اخوتي سمعتوا الناس اشنو تيقولوا عليه. انا غنحط لكم كل شيء بالضمان، لا تسمعوا الضمان وتسمعوا كل شيء. هو قال لك تيصوف في الشعر جنيدن انا تركيا جنيدن اريد ولد الشينويه قلب الطاوله عليا وجنيدن ودار لي الشوها من طنجه القويره وفي المغرب كامل ومن زيد برا المغرب جنيدن وياكم تيقوا في الغامل ديال صوفيا نصاب. واش واحد من طيطوا غادي يعرف الطب وغي قاري على الطب قاري على السنان باش يعرف شوفوا الطريقه باش يهضر مع الناس؟ يعني حتى الطريقه اللي تدوي مع الناس عشوائيه. ما تدويش السيد ما مفقهش ما قاريش الطب ما قاريش. انا دولت الشينويه تواصلت مع شي ضحيه جديده والناس ما كيكتبوش بصراحه. كنت صور لي مبين وداك الشيء كيبين انا ناس مضرورين، ولكن واش بصح عندها ولا ماشي عندها مازال ما عرفناش في الحقيقه. هادشي غادي في تطور.